لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. أشرفت شريفة للا سمية الوزاني رئيسة الأولمبياد الخاصة المغربي الخميس على تسليم كأس العرش لفريق جمعية مبادرة سيدي إفني الذي توج بلقب الدورة 19 لكأس العرش في كرة القدم داخل القاعة بعد فوزه في المباراة النهائية ب3-2 على فريق جمعية المشعى الميسور بمركز ابن رشد بالرباط. المشاركة ديالنا ما جاتش بسهل، كاين فروق في كرة القدم كانت شوية صعيبة خصوصا في الإقصائيات الأولى. اليوم تمكننا بصعوبة باش نفوزوا على الفريق الخصم، وهذا كيدل على أن الرياضيين الأولمبياد الخاص المغربي مستوى ديالهم الرياضي تميز بالجدية وبالعمل ديالهم الكبير. هنيئا لجهة قلمي موادنون بأول لقب ديال كأس العرش لهذه الجهة هذه في الدورة 19. الدراري لعبوا مزيان واستجبوا مزيان للمقابلة، كانت في مستوى عالي والحمد لله دزنا للدور النهائي. حنا لعبنا إقصائيات ولعبنا وطلعنا للنهاية والحمد لله، هذا كيفرح الدراري وكيفرح الأطفال وكيفرح حتى الجمعية. الشريفة للا سمية الوزاني أشرفت كذلك على تسليم كأس المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أمينة لفريق المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بأسفي الذي توج بلقب الدورة 18 لهذه الكأس، وذلك بعد فوزه في مباراة النهاية على جمعية النور لذوي الاحتياجات الخاصة وجدة لازاري. المشاركين هم كلهم مشاركين شباب، كلهم مشاركين جدد، ذلك أنه بعد الجائحة هذا أول دوري ينظم على هذا المستوى، الشيء اللي خلى أن الأولمبياد الخاص يغير النظام الخاص بهذين الدوريين، ذلك أنه تم تحديد سن المشاركة ما بين 15 و21 سنة لجميع المشاركين، الشيء الذي جعل جميع الجمعيات أنها تغير لاعبين، معنى أن اللاعبين الذين شاركوا ليس في النهائيات فقط، في الدوري كله 90% كلهم جدد. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث تخللته بعض العروض الفنية التي أمتعت الجمهور الذي حضر بمختلف فئاته العمرية.